في سنة 2002 صنع المدافع البرتغالي أبيل زافير التاريخ بالرحيل عن أفرتون والانضمام لغريمه التقليدي ليفربول. التاريخ ما كانش في الانتقال وإنه آخر لاعب لحد دلوقتي ساب أفرتون عشان ينضم للغريم التقليدي، لكن لأنه اللاعب الوحيد في تاريخ ديربي ميرسيسايد اللي لعب مباراة الذهاب مع فريق والعودة مع الفريق التاني في نفس الموسم. لكن قبل الانتقال ده بسنتين، وبالتحديد في 28 يونيو سنة 2000 وفي 27 دقيقة، تحولت مسيرة أبيل زافير مما كان يبدو قمة المجد إلى القاع. يورو 2000 منتخب البرتغال الملقب ببرازيل أوروبا بيقدم أجمل عروضه في جيل تاريخي، ضم لويس فيجو وروي كوستا ونونو جامز وباوليتا وفيتور بايا ومدافع اسمه أبيل زافير، عرفوا الجمهور بسبب قصة شعره المميزة. المنتخب العائد للمشاركة في البطولات الكبرى بعد غياب عن كأس العالم 1998 بدأ البطولة بانتصار مثير على انجلترا في الجولة الافتتاحية بنتيجة 3-2 بعد ما كان متأخر بهدفين. ومش بس كده، ده كسب ألمانيا 3-0 في الجولة الأخيرة بهاتريك لسيرجيو كونسيساو، وتصدر مجموعته بعد ما فاز على رومانيا مفاجأة البطولة. وفي ربع النهائي كسب المنتخب التركي بهدفين، وجات اللحظة الحاسمة، مواجهة فرنسا أبطال العالم بقيادة زيدان وهنري وباتريك فييرا في نص النهائي. نونو جوميز اتقدم للبرتغال وهنري سجل التعادل، وفي الدقيقة 90 لعب فيجو عرضية جميلة من ركلة حرة وحولها أبيل زافير برأسية قوية جدا، لكن فابيان بارتيز صدها وحرم البرتغال من قتل فرنسا، واضطر المنتخبين يلجأ للأشواط الإضافية وقاعدة الهدف الذهبي. فرصة هنا وفرصة هناك، والماتش على صفيح ساخن. وفي الدقيقة 27 مرر ويلترد الكورة لتريزيجيه، وحاول فيتور بايا يترمي ويلحق الكورة لكن عدت منه عشان يدخل ويلترد ويشوطها بقوة في المرمى، لكن الكورة لمست إيد أبيل زافير اللي وقع على الأرض واحتسب الحكم النمساوي جون تيربينكو ركلة جزاء بعد التشاور مع الحكم المساعد اللي كان سبب أساسي إن القرار يتحسب. قلع لويس فيجو التيشيرت واضطرد نونو جوميز، ولعيبة البرتغال منعت باولو بينتو من الاعتداء على الحكم المساعد. وفي وسط كل ده كان أبيل زافير بيشتم الحكم بكل الألفاظ الممكنة. في النهاية اتلعبت ضربة الجزاء وسجل زيدان الهدف القاتل عشان يأهل فرنسا للنهائي ويقصي البرتغال. بعد البطولة تم إيقاف زافير 9 شهور بتهمة الإساءة للحكم، وتم تخفيف العقوبة ل6 شهور. وفي 2005 تم إيقافه 1.5 سنة بسبب المنشطات، وتم تخفيف العقوبة ل12 شهر. وفي النهاية انتقل للوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي عشان يختم مسيرته الكروية هناك.